أسعد الله أوقاتكم بكل خير، معكم عماد بصقر. وصلنا إلى إحدى القمم الساحرة في هذا المكان الجميل. هذه القمة يكسوها الأشجار كما تشاهدونها، أشجار الصنوبر وأشجار مثمرة. انظروا إلى الجبال الرائعة كما تشاهدون هنا. أيضا يوجد في هذا المكان كهف مغارة غريبة من نوعها في العالم، العصور القديمة، من أجمل المناطق على مستوى العالم. أنصحكم بزيارتها مع تحيات عمال بصقر، وسط الجبال والمرتفعات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.